اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين باتكلم بيان مركزي الصحابة حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه شكلم بيان إذا سجنگو تيار مياسط رو يحصاب اسمز بوزوز مياسط رو نظر دچين قاور مشاكا دچين قين كان مضبوط صحاب سو قاور كن چماكا مضبوط صحاب سو كايد جنگو كما هول جازا بل خطرنا تاكي اگر نه کمزوري بوان دشنه كسن جمون دلوني يا عم اي ماني باب صحابة نهازر للإسلام مكز رهنمائي السيد شو فدوران إلى أبو جهل دبا شو خزدي عبد الرحمن خزان إما شو أما أدي واصل جهنم كران يشو يل إسلام قدر قربوني يحت إسلام أزبو حقن قوتن شو سودا كران يشو إسلام أحت إسلام أشم لا تمول كرمز يو يو سبايدام بجس فانون پروغرام اختتام كران إن شاء الله رحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محترم شيخ محمد طرف بني انتظام موجود ممبران مرگن کمیٹی طرف موجود ممبران عيد مبارك وش موج پیش کران اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Sen canım canım.